طيب، رؤية أخرى إخواني تتكلم عن أن السوق السوداء لتجارة السلاح ستنتعش وخاصة في المناطق العربية، وهذه الرؤية إن دلت على شيء فإنما تدل على طبول الحرب التي تقرع على المسلمين في ديار الإسلام، ولربما تدل على القرب من أحداث آخر الزمان. ونذكر أنفسنا يا إخوان، نذكر أنفسنا بقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني نحن نرى الأحداث المستقبلية لتكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن وعد الحق، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تكلم فيها عن آخر الزمان نراها حق اليقين بأعيننا وقلوبنا قبل أن تحدث، قبل أن تحدث نصدقها التصديق الكامل قبل ما تحدث، ولا أشترط حدوثها لتصديقها. أنا إنسان آمنت بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا أؤمن بكل ما يقول لي، ما يقوله لي سبحانه وتعالى من أهم صفات المؤمنين في أوائل القرآن الكريم في سورة البقرة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب. فأنا أؤمن بالغيب الذي تكلم عنه سبحانه وتعالى قبل ما أشوفه بعيني، أنا بصدق التصديق القلب الكامل قبل ما تشوفه عيني. جنيك إخواني من قول: أتى أمر الله، هذا أمر الله، وعد حق من الله عز وجل، هو آت آت، ما تقول كلام فاضي ولا تقول خزعبلات ولا تقول لربما بعيد، عليك أن تقول حدث بغض النظر عن زمان حدوثه، هو سيحدث، سيحدث، هو آت آت، وانت عليك كإنسان مؤمن التصديق الكامل بكلام الله سبحانه وتعالى. فلا تستعجلوا شيئا، فلا تستعجلوا، يعني ما تقول امتى، ليه؟ لانه احداث اخر الزمان كلها مرتبطة بالفتن. شو بنسميها؟ بنسميها فتن اخر الزمان، فتن اخر الزمان تجعل الحليم حيران. يعني الانسان الحليم اللي بيكون فيه عنده عقل برجح، او خلينا نقول بوزن جبل، يصبح حيران في هذا الوقت، مين الصديق ومين العدو، ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهذا الانسان في هذا الكلام هل تكلم صدق او تكلم خطأ، يصبح الحليم في حيران. عشان هيك بنقول انه الفتن التي ستأتي في اخر الزمان عظيمة جدا، ولربما ان نحن استعجلناها نقع بهذه الفتنة، ولكن ان صدقناها التصديق اليقين الكامل في قلوبنا لربما كان هذا التصديق جنة حماية لنا، تحمينا عندما تأتي هذه الأحداث أن لا يفتننا سبحانه وتعالى فيها. فلا تستعجلوا، ما تستعجلوا الأمور إخواني، ما تستعجلوا. وتذكروا إخواني إنه الأجر وقت الشدة، يعني هلأ أجر إخوتنا في بلاد الشام هو من أعظم الأجور على مر الزمان في كل الزمان، أعظم أجورهم إمتان؟ في هذا الوقت. ليه؟ لأنه كربهم هو أكبر كرب موجود حاليا. إمتان بكون أجرك أعظم؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ طبعا في الشدة، بشرط أنك تكون صابر وباقي على إيمانك ودينك ومحتسب أجرك على الله. إذا أنت احتسبت أجرك على الله، عشان هيك إخواني هذه دائما لازم إخوتنا في بلاد الشام يرددوها، يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما احتسبوا أجركم على الله سبحانه وتعالى، وعودوا لله سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويأجركم في مصابكم في آخر الزمن.